صباح الخير يا زملاء متابعين تحليل فني الصباح لشركة وينزل بروكر. هيدا ماركو كريم عيد اليوم 27 مايو 2022، وهنتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن الجنيه البريطاني مقابل الدولار الأمريكي. ارتفاعات إيجابية للجنيه البريطاني وأداء إيجابي طبعا مقابل الدولار الأمريكي، وده راجع أكيد في المقام الأول انخفاض الدولار بعد بيانات الناتج الإجمالي المحلي التي أكدت على انكماش الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول من العام بقدرة طبعا 1.5%، وده انعكس على مؤشر الدولار بالهبوط وأثر طبعا على الدولار مقابل كل الأدوات المالية. خلينا نفكركم بأهم البيانات اللي ظهرت أمس. كان عندنا مبيعات البنادق المعلقة اللي جاب نتيجة أسوأ متوقع، سالب 3.9%، وكان متوقع عليه سالب 2%. دي كانت أهم البيانات وأهم الأخبار وتاريخها. وننتقل مع بعض ونشوف تشارت توقعاتنا ليه على مدار اليوم. زي ما واضح معانا تشارت، الأداء الإيجابي على مستوى كل المؤشرات والإيجابية طبعا في التحرك والاتجاه. أداء إيجابي على الإيم إيه، على السعر، على الفلات رين، تقاطع المتوسطات السعرية الأعلى، ثبات سعر على النقطة المحورية 25.70 وثباته على 61.8 في البوناتشي، ولذلك نتوقع مزيد من الارتفاعات ولكن بشرط كسر 26.35 علشان يروح ل90 وراها 27.60. مرة تانية كسر 26.35 وراها 90 وراها 27.60. السيناريو الآخر المعاكس بكسر 25.25 وراها 24.60 وآخر نقطة عند 23.95. وبكده أعزائي المتابعين نكون وصلنا لنهاية الفيديو، وبتمنى لكم أكيد نيوز الدوري الآمن، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.